ولقد احتفلت مدارس السلطنة بهذه المناسبة، حيث أقيمت احتفالات خاصة لتكريم الطفولة. افتتاح مدرستين جديدتين بالعاصمة، الأولى في بوشر. أتمنى أنكم زرتوا التلفزيون قسم قسم، وكل سنة وانتم طيبين. ويا مرحبا بأحبائنا في مدينة الأطفال. أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الجديد نادي الأطفال. تعيشي بلادي، تعيشي لنا لنا، ديار النعيم وأرض الهنا. بعدنا مستمرين في مسابقاتنا الشيقة كثير بسبب رسوماتها العجيبة، وفي ألوان الصيف هدايا وألعاب وهوايات وأغاني. لدينا فقرات عديدة ومفاجآت جديدة. خليكم معنا وتعلم وامرح. أنا أتمنى أنكم تكونوا متابعين لبرنامجنا كبارا وصغارا، آباء وأمهات أطفال من مختلف الفئات العمرية. حضرين لكم أغنية حلوة كثير تتحدث عن الزهور.